الاختلاف البني ادمين لازم بتختلف، والاختلاف اللي حصل ان ناس انا لا اشكك في وطنيتهم ولا اشكك في مصريتهم ودورهم العظيم، بالاخص واحد زي محمد عبد العزيز في لجنة الخمسين، وازاي كان بيكلمني وازاي كان كل شوية يراجع معايا توصيات عبد الناصر عبد الدستور، كان هو وابني محمود الاتنين ده، وفي مواد تتحدد في الدستور يقول لك محمود كان بناء على كلامي معهم هما الاثنين، كنت ان هو شايف في انتخابات معينه اللي هي الرئاسه اللي انا شايفها محسومه وهي الشعب حسمها من يوم 26 يوليو، من يوم 26 يوليو والانتخابات دي محسومه. اخواني الانتظام اللي انتوا بتعملوه ده النهارده لازم نبص لقدام، انا ما ببصش انتخابات الرئاسه، انا ببص لما بعد انتخابات الرئاسه. انتخابات الرئاسه يوم ما المشير السيسي هيعلن ترشيحه حزمت، حسمها شعب مصر من يوم 26 يوليو. كن اسمع دلوقتي، احنا النهارده الشباب الوطني اللي هو النهارده اللي انا بعتبره اي شباب الناصري، الشباب اللي بيؤمن بمبادئ عبد الناصر سواء قعد معانا هنا او قعد في التيار الشعبي او مش منتمي لاي تيار وقعد في بيتهم، او اللي لما قعد اتزنق بنلاقيه نزل بالملايين في الشوارع، ده لازم يتجمع كله علشان مش الرئاسه، نتكلم لما بعد الرئاسه اللي هو اهم المجلس النيابي، لازم نتوحد عشان المجلس النيابي اللي عزيمه الملعب لفنون مبارك وفنون الاخوان. اخواني لازم نتجمع، انتوا لما بتفرقوا كده سكتوا ايه لعدانا. بعض الذين هاجموه خلال الساعات القليلة الماضية كانوا يتمنون أن يقفوا بجانبه أو يلتقطوا صورة معه حتى يوحوا للبعض ويؤكدوا للجميع أنهم الأحق بوراثة أفكار ومبادئ جمال عبد الناصر. عن المهندس عبد الحكيم عبد الناصر أتحدث، خاصة أنه يحظى بالحب والتقدير حتى من الذين يختلفون معه. مهندس عبد الحكيم عبد الناصر ابن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أهلا بيك. أهلا. خليني أبدأ بالمشهد اللي احنا شفناه. يعني هنا عبد الحكيم عبد الناصر مع حفظ الألقاب في مؤتمر تمرد، أكيد في معنى، أكيد في مغزى، يعني أنت لا يمكن أن تذهب إلى مؤتمر، خاصة أنه كان مؤتمرا للرد على بعض الأساليب التي حاولت تفكيك تمرد، لماذا ذهبت؟ أنا رحت لهذا السبب بالأخص، وبعدين أنا مش فاهم برضو النهاردة طول الناس تكلمني تقول لي الحمد لله على السلامة، عن هو جرى إيه؟ أنا ما شفتش حاجة، يعني أنا شخصيا وانا رايح الناس يعني قابلتني وشالتني على وانا داخل يعني باحلى استقبال، وقعدوا يقولوا ناصر 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 كل اللي موجودين، وانا ماشي يعني قعدت، ده انا اتاخرت ان كله كان عايز يتصور معايا، وبعدين ركبت العربيه ومشيت. يعني ما شفتش الا بقى فوجئت كل واحد يقول لي كان كان في ما كانش في، يعني في بقى حاجات شفتها بعد كده، شفتها عندك انت يعني امبارح لما كان عندك وعدتوها والحاجات والامور دي، بس انا ما شفتش حاجه يعني، يعني اللي هي كان في اعتداء من احد الاشخاص يعني على ما حصلش يعني، انا ما يعني ما سمعتش يعني حد بيوجه لي يعني اي حاجه. على العموم انا رحت امبارح لان انا صعب عليا المنظر والكلام ان هذا الشباب يعني الشباب ده انا بعتبر عمل قام بعمل بطولي، يعني قام بعمل امن بمعجزه، يعني تمرد دي فكت عملوا حاجه، فكت شفره الشعب المصري كله، تجمع عليها الشعب المصري كله، وثيقه سحريه لا مفعول السحر انتشرت. أيوة بشكل انتشرت، انا لقيت نفسي، انا ما كنتش اعرف انا لقيت نفسي، كنت سمعت عنها وبعدين كنت سافرت ورجعت وقعدت ادور، كلمت اصحاب ايه تمرد دي، قالوا لي ده فين، طب فين، قالوا لي دي ليها وثيقه على
موجودة على النت، فدخلت حتى ما لقيتها على النت، وبعدين قلت لا ما ينفعش على النت. كان فيه بعديها مؤتمر اللي هو كان يعني كانت مناسبته مناسبة كئيبة، اللي هي مؤتمر كانوا عاملينه بمناسبة 15 مايو اللي هو يعني يوم اغتصاب فلسطين وكده، فقلت فرصة هتبقى الإعلام موجود، وحتى كلمتهم، كلمت إن هم كلهم أصل كمان كلهم شباب أنا عارفهم، كلهم شباب الناصري يعني كلهم شباب بشوفهم في كل يعني التيارات الناصرية، سواء كانوا في الحزب الناصري، سواء كانوا في الكرامة، سواء كانوا في المؤتمر الناصري، سواء كانوا في الطليعة اللي بقى في الطليعة الناصرية، في التيار اللي هم كلهم شباب كلهم الناصري. يحملون أفكار جمال يعني عبد الناصر يعني كلهم فلقيت الشباب ده، فكلمت حد قال لي قلت لهم طب انا هبقى موجود بكره، جم وجابوا الوثيقه ومضيتها وخلص. الكلام ده كان في نص مايو، وعملوا بقى سحر يعني بيني وبينك، حاجه لمت شعب مصر كله، خلصتنا من كابوس كان هيقضي على مصر. يعني احنا كنا هنبقى جيل بعد كده، يعني اللي يقول لك الجيل ده النحس اللي انتهت عنده دولة عمرها 7000 سنة. ده لو استمر الإخوان يعني. ده لو الدولة كانت ستنتهي. ما الدولة، ما انت شايف اهو يعني، شايف حوالينا وشايف كل حاجة يعني، هنيجي اللي حوالينا بعد. فأنا لما شفت هذا الموضوع فأنا حقيقي انزعجت وقلت حرام، يعني مش معقولة يعني، يا فرحة فلول نظام مبارك ويا فرحة فلول نظام الإخوان بانه تمرد يتم تفكيكها. لا لان انا معلش انا اصلي بشوفهم كلهم، بشوف تمرد وبشوف شباب تمرد وشباب التيار الشعبي وكل الشباب الوطني الجميل اللي بينزل ومؤمن اغلبه كلهم مؤمنين باهداف بثوره 23 يوليو وانحيازات ثوره 23 يوليو وانحياز الغالبيه العظمى من الشعب، ومؤمنين بالاستقلال الوطني، ومؤمنين بانهاء حاله الاحتلال اللي احنا بقالنا فيها 40 سنه، ومؤمنين بكل الحاجات دي كلها، كله بتجمعهم كل الحاجات دي، يعني مفيش حاجه بتفرقهم. فصعب عليا ان انا اشوفهم بينقسموا وبتقوم بالانقسام ده على حاجه انا شايفها ما هياش يعني ما تعملش الانشقاق ده كله. يعني النهارده اللي عايز يدي صوته للمشير السيسي لما يرشح نفسه اهلا وسهلا، اللي هيدي صوته لحمدين الصباحي اهلا وسهلا. يعني ما فيش يعني انت مش رايح يعني انا معاك لو واحد، وانا قلت لهم انتوا لو واحد من عندكم راح قرر ان هو يخرج ويدي واحد من مرشحين معسكر كامب ديفيد ده تفصلوه بكره. رايح بكره واحد هيدي صوته لواحد من معسكر الاخوان ده تفصلوه. دي ثوابت وطنيه لا خلاف عليها. لا خلاف عليها. انما دي لان انتوا النهارده المعركه مش معركه رئاسه الجمهوريه، لان انا موضوع رئاسه الجمهوريه انا شايفه الشعب المصري حسم يعني حسم انا شايفه. انت قلت في الكلمه ايوه يعني على المشير السيسي جه ده في لحظه تاريخيه فارقه معينه في تاريخ مصر، خد موقف وانحاز للشعب المصري وخد خطوات بعد كده، يكفي ان هو انهى حاله تبعيه عمرها 40 سنه. حالة تبعية للولايات المتحدة الأمريكية وفي الآخر أصبح النظام كان جنز استراتيجي لإسرائيل، وبعدين جه نظام بقى بعد كده قال لك أخي العزيز الوفي ابن عمي حبيبي مش عارف إيه شيمون بيريز ومش عارف يعني عارف، ودخلنا بقى وودى حتة الحماس وودى مش عارف عمل إيه ودخل يعني طب قبل ما اسالك عن 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 يعني اكمل معاك في ظهورك، انا حسيت ان انا لازم اروح ولازم اخد الناس دي واخدها كده في حضني واقول لهم لا اللي بتعملوه ده غلط وده مش وقت والحمد لله انا شفت استجابه يعني فعلا بشكر كل الشباب اللي كان موجود عليه، ان انا ساعات انا رحت متاخر، رحت شويه كان الموقف ساخن جدا حقيقي، يعني الناس اول ما شافوني كلهم رحبوا بيا جدا وهديت الامور وسمعوا يعني حقيقي يعني طلع انا بعتبر انه كان لقاء ناجح بكل المقاييس. هو محمود باد كان معي بالامس وقال انه يعني وجودك ساهم في اولا الا يسود منهج الانتقام
لانه كان البعض يفكر في افصلوا الذين لا 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 لا. ايدوا حمدين. والنهارده انا النهارده على فكره كلمت محمود بدر وكلمت محمد عبد العزيز والاثنين يعني كل واحد ما حدش قال كلمه سيئه على الثاني بل بالعكس. وانا احنا الاثنين كل واحد قال لي ده اخويا وده كذا واحنا كذا. قلت لهم خلاص دي الخلاف اللي بينكم ده دي خلاف انا بشوفه. قلت له لو واحد فيكم مثلا قال لك لا خلاص انا هشوف لي انتوا سكتكم دي مش شركه، انا عم انا عايز امشي في سكه كامب ديفيد ولا في سكه الاخوان، ده شيء لك انت. هنا هيبقى قطيعه يعني يعني هنا القطيعه، انما بس فيما يتعلق بهذا الجانب الخلافي. طيب فده اللي انا شايفه، لان احنا يعني انت كلمت محمود بدو وكلمت محمد عبد العزيز في محاوله للتوفيق يعني. لا وقال انا ما مش محاول، انا بكلمه يعني كلمت ده وما كلمت ده، لقيت كل الاثنين بيسعوا للتوفيق وما فيش يعني ان على هم على ان العلاقه الشخصيه والعلاقه اللي موجوده بينهم والامور دي كلها دي شيء قائم وما فيش اي مشكله بين ال يعني الخلاف ده ما يمثلش يعني. آه.